تم وضع الصناديق البلاستيكية التي فيها توقيعات المواطنين في الطابق الأول من مكتب اتصال الحكومة المركزية، وقدم تاميو تشونغ أحد منظمي الجبهة المتحدة لدعم تشريع الأمن القومي وعضو اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لافتة كتب عليها إجمالي عدد التوقيعات إلى مدير مكتب اتصال الحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لو خوينين. توجه أكثر من 2.92 مليون شخص إلى الشوارع ومواقع الإنترنت للتوقيع في 8 أيام، ما أثر الطاقة الإيجابية لمجتمع هونغ كونغ بشكل تام، ويوضح أن التشريع الخاص بحماية الأمن القومي في هونغ كونغ هو ما يريده المواطنون، وهو أمر ملح للغاية.